وظفك؟ ما وظفني. مع انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير، في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير، بس شافتني السكرتير اجت لعنده قالت له هالشاب كتير مرتب بجنن ما في مثله. وظفك؟ لا ما وظفني. قال الحالة صعبة كتير وما في عنا وظايف، لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف. صاحبته توسط فيه قعدت حد وشرحت له بدل الشهادة في مية متعلم ما في مثله. طيب وظفك؟ انسى ما وظفني. عبيتي بدي ارجع وارخيها بهالصالون، جاري لعندي يطلع وندور التلفزيون، خيي لابتوبه منزوع ومني فاضي فرمتلو، ولو بدي موت من الجوع رح احضر ما في مثله. وظفك؟ والله يا ريت. ما وظفني. عوافي. هلا هلا عادل، اهلا عادل عادل عادل، تعا 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 الله بعتك، تعا لك تعا. كيفك عدوه؟ منيح، كيفك انت؟ يا حبيب قلبي كل عمرك ادمي وما بتيجي الا بالاوقات هيك يعني الصعبه. عدول انا عم بدي شريط كهرباء من هون لهون، بتعرف ازمه الكهرباء وقصص الكهرباء شيل المستودع من تحت. فانا موصل الشريط لانه عم تروح وتجي الكهرباء تروح وتجي، حاطط انا وصله بدي مديها لهون حتى يجيب كهرباء للمستودع، بس عم بربطه بالشريط وحطه هون بدي اعلقه. هلا انت بدي اطلع لك تعا 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 طلع لهون، انت بس مطلوب منك خدمة. خدمة؟ ايه لقلي بس عود هون. هلا بس انا قلك قلوب الكهرباء بتقلبها لحتى بكون انا وصلته لهونيك بس؟ ما بتقلبها قبل ما قلك. اوكي اوكي ممنونك عادل، عليها كهرباء دخيلك. طلع هيدا ممنونك كل عمرك ادمي، هيدا 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 الهاوس ممنونك ممنونك عادل. شو قصتك رح تقلب؟ ما معود على ال... اوكي حبيبي يا عادل يا ادمي يا ادمي يا عادل. ها الله بعتك من عنده. ها مرحبا عباس، يعطيك العافية. اهلا نعيم، حول. وانا خلصت. شو انا خلصت؟ عندي مشكله، محتار بشغله. شو في؟ ومش عارف شو بدي البس، ما بعرف بحب نيحه هاي نلبس قميص ابيض وبنطلون اسود انه شيء يكون مرتب يعني. انجو بدي اقول لك شغله، كل مره عم روح على المطاعم عم يطلعوا لي الويترز، مع احترامي للجميع انا عم بكون حاسس حالي لابس مثلهم، بكون لابس ابيض واسود، بيطلعوا لابسين ابيض واسود، مش عارف هيك كلهم. انا عم جرب غير، بس هيدي موديلة منيح القميص ولا مش زين؟ انا حسب شو بدي. لا حلوه حلوه انه كارو هيك وفريش الالوان. والله منيحه يعني خلص نمشي. ايه لا عجيز لذيذة طالع ستايلش طالع، لانه بتعرف المطاعم اوقات واحد يطلع مثل الويترز يعني ما عن جد، واكثر شيء بيلبسوا ابيض واسود. هيدي مره خلص فهمنا شو بدنا. ليش المره الثانيه ما كنت لابس طول عودي كلنا مثل بعض؟ ما طيب حلو. طيب طيب لا خلص هيك كثير لذيذ، ديستنجي هيك شو مميز بقوله يا حقيقي ديستنجي. يلا تعال يلا خلص مش حال نسيت شيء. طيب يلا لا بس ما بدي اطلع مثل مشان هيك اكثر شيء. شكرا. هيدا المطعم كثير منيح بقوله، انا بعد مش جاي قبل بس نجربون. اهلا وسهلا. كم شخص؟ اثنين. تفضل تفضل. هاي إذا حطينا هوديكي. هلا أنا كنت أوريدي فاتحة الأكاونت، عرفت كيف؟ بس مش اللي أنا عم بطلبه منك، إنك أنت إذا بتعمل الويب سايت هو مثل ما هو. هي 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 تعال هون. أنا؟ تعال هون تعال هون. إلك ساعة بتحزك وبتمزك لهلا بعد اللي ساعة طالب البرجر، ساعة بعد لهلا ما شفت لي. لا ما دام ما تفسر ما تفسر، أنت هون شو وظيفتك؟ ما تفسر خي، روح هلا جيب لي صحن البرجر وتعال. لا ما أنا ما عم بتفهم شو عم بحكي، بعيط لمدير المحل هلا. طيب يلا ما تجنني بقى. لا لحظة. طيب يلا دقيقة دقيقة يلا على السريع لشوف ساعة. يه براوبي رايح وجاي. مهم كنا عم نقول هيدا انت ما بدك تصير السوق. شو لاحظتي؟ الفاصل شيء غلط حبيبي، بس اعطيني
شفت الوضع؟ شيء حلو كثير؟ شيء حلو كثير؟ شو اهلا؟ شو اهلا؟ شو عم تعمل هون قاعد؟ انت شغلتك تاعك هون بتشتغل كومي بالمطعم ولا تشتغل تقعد مع الزبونه؟ لا ما انا مش ولا كلمه ولا كلمه بس ما تواخذينا سوري عم علي صوتنا ولا بس قدام لا ولا كلمه على بطرخ قوم قبل لا بس ما انا مش انت ولا كلمه اسكت عم بحكي معك وتوطي صوتك انا مدير محل انا اعلى منك ليك شو عم بقول لك انا بدي افسر لك كيف انت عيب الشوم عليك انت ما انت مش لازم تشتغل هون انت 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 عاره على القميص هذا القميص ما لازم بس ما ولا كلمه ولا كلمه انت انت نحن عم حق عليك حق علي بس ما معك حق يلا بس بدك برات المحل ما بدي اشوفك هون بقى جاي لهون فاهم شو عم بقول لك لا برات المحل اشوف ولا كلمه بس ولا كلمه برات المحل يلا اشوف يعني بالشوم عليك هل كان بعد ناصني انا يجوا يقعدوا لي مع الزبونات عادل شو بك عادل شو جاي بتعمل لي هون يا عادل ازعل بي بتعمل لي مشكل يا عادل مش راح يعرف بيك جابي بعدين هالبنت انجو بعرفها انا هي عامله حفله سربريز لصاحبها وحفله بريفي فبيك طمن بالك ما راح يجي لهون هي قالت لي انه عزمتني قلت لها اجيب شاب صاحبي معي طب وين البنات حريم انت اللي في حريم يا حن ليك ما احلاهم البنات هلا بعد جاي بنات اكثر كمان ليك البولين شو حلوين ليك البولين شو حلوين فين الحبلة ببولين هيدي ليك بولين فيك تعمل ليك شو في بولين شو بولين ها ليك هيدا البالون هيدا ليك هيدا شو نزل له بنون بناية عادل لا هيدا بالون نزل له قرق جابي عادل جابي اوعى تكون قلت لدومينيك انك جاي لهون طلع شو بهلي انا يا عادل معقول انا حدا بروح المطعم بجيب اكلاته معه يا عادل انا حد ضحكت علي لعبت دق طاولة لعبت دق طاولة لعبت لعب يا عادل بتحب اللعب يا عادل بالطاولة بتحب لها طاولة الزهر كثير يا عادل والله طعميت عيون طعميت عيون يا أكلت عيون يا عادل دومينيك طعمتني مارس لا قلت لي بقوي هيدا كل مارس طعمتني مارس يا عادل ما زال عم بقول لك زركت لك إيه يا زركي زركتها ببيت الياك فتحت لها حجرة مطرح يعني خاني أظن بدي أعمل لها تسقط فيها وبدي إياك ما بدي إلا إياك بشيلها وإجا إياك قلت لي بدي اياك قلت لي بدي اياك واجا ليك ايه ومش الحال يا عادل والله ايه لو ما هيك بعدين اجا 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 زهره كيف اجا زهره على السريع يا عادل دغري اجا زهره ايه وطفح طفح ما شو اسمه دفايات الدبش دبش الدشش دشش قال لك الكريم خود بعدين شو صار معه شو اجت انا بدي دوه بدي ادقر للزهره قلت لقيت لي دوه اجا دوه وسكرت لي الطاولة يا عادل على ايدي طبقت لي طبقة عجيبة ايه عادل لما لحقوا ينقف مع الزهر نقف معها بشكل قوي الزهر يا عادل اتخن واحد بتفوتوا هيك على بيته عادل والله لعيب منيح لك الجمعة الماضية فوتت بطولة بطولك؟ لك لا بطولي بطولي طاولة زهر كاس على كاس اختها ما خلتهاش تشارك فيه اختها اختها مونيك النقمة نقدة كتير يا عادل وبعدين هي سخنت واجتها عمتها من الارجنتين عمتها باولا هي وابنها خوسيه ابن خوسيه؟ ايه خوسيه من زمان هو هونيك ببونس ايرس يا عادل بونس ايرس بهالشغلة ما في دومينيك عندها وجبات بتحب العمتها ظهرتها هي وهي ظهرت لي شو هو؟ لك لهيدا ابنها خوسيه راحوا على السوليدير وشربوا شو اسمه هيدا ايرش ايرش كريم ايرش كريم ايرش كريم بتحب الايرش كريم يا عادل بتموت تفهم بالايرش كريم يا عادل لا بتعرف قيمته يا عادل انتوا انتوا عيله يعني فظيعه بتعرف قيمته يا عادل شو الجو حلو جايز شكله اخر صاحبي قوموا نرقوا يا زلمه يا زلمه عقد مزيان يا عشتالتا الله عشتالتا يا حاجة فوت عمز جاري فوت عمز خليني أرى Daddy, cool.
البيت صار لي البيت. حتى اسكتوا اسكتوا اوكي هلا اجى سرح بي فانا بفوت بس لكم سربريز تصرخوا رنا حمل وين انت هي هوني اوكي يلا 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 نعمل له سربريز ايه انا بدي نقصه يلا وينه سمعون حياتي تعال سربريز جيبي بابي عدل لك شو قصتك يا سمعان بكل عرس لك قرص لو خيي ما في بنت منك مصاحبة شو قلنا اي بنت منك مصاحبة لحتى نروح نعرف نعم في افهمي عدل شو عم تعمل لي بالصبي هي عم تنزل علي ما هيدا ملك بريء ليش عم تعمل في هيك على كل حال يا جيبي انت لقيني على البيت هلا افرجيك كانت بالبيت حسابك هلا بدي افرجيك لهيدا اللي اسمه عدل صار مش عمل يا عدل اولى عملت اللي مشكلة يا عدل لك شو قصتك بقى يا سمعان حل عني بقى عدل مئة مرة صرت قايل لك يا عدل أبدش هيك تنزعي لابني جابي شو ما بتفهم الله لا يوفقكم يا بيت البخشاني شو أخوات موظفك مساء الخير لكم مشاهدينا مثل ما نحن وانتم شفنا الاسبوع اللي مرق المسلسل التركي اللي حضرناه على قصدي المسلسل اللبناني اللي حضرناه على التلفزيون بمجلس النواب وكانوا ابطاله النواب والوزراء كل اللي بقدر اقوله انه يا عيب الشوم عن جد يا عيب الشوم هلا اليوم نحن ما عندنا دقيقه بدنا نشوف شو مشكلتهم مع الدولة على المزبوط مرحبا يعطيكم العافية هاي عم صوروا الله يعافيك نعم يا أستاذ هاي عم صوروا اي نعم تفضل نحن على الهواء هلا وينك الدولة 10 أولاد عنده خيي مناش مضطرين أبدا شوفينهم وزال عمر الشاشة بقدر أعزل أو خلاص عندي 10 أولاد 10 أولاد هيدا اللي جايب لي 10 أولاد عنده يا أستاذ خلينا نعرف شو المشكلة على المزبوط خبرة أتحكيش خبرة أتحكيش خبرة أتحكيش لك يا خي شو خبرة ولا ما بحكيش خبرة يا العمر تفضل يا أستاذ المشكلة إنه معقول شو صار بمجلس النواب معقول مزبوط يا أستاذ ما نحن قبل شوي كمان كنا عم نقول إنه معقول يعني معقول قاعدين يسبوا بعض مش عيب لك مش هون المشكلة حاجة خضراء من عندك بدي ادافع عنهم يسبوا بعض مين عمل يسبوا بعض لكن وين المشكلة؟ لك بدنا اياهم مش بس يسبوا بعض يخبطوا بعض ويهبشوا بعض كمان يا عمي معقولة هيك يا عمي ما حدا طال التاني ما حدا قرب على التاني معقول ضربة كف ما صار عدنا ثلاث ايام ننطنوا ليحضروا ضربة كف ما صار لك اذا اثنين على طريق مختلفين على سيارة او على موقف سيارة بغبطوا بعض وبيدمموا بعضهم ولك لبطة ما صارت لك ما كان حدا سرجي يوصل لتاني لك ما حدا قرب التاني خلعوا داية ضربة عنيعه ولك ما حدا اجي زقوا على المستشفى مدمم يا عمي معقول نحن ناطرينهم ليش ناطرينهم ثلاث ايام معقول احنا قاعدين ثلاث ايام هبشوا بعضهم يا عمي مزبوط معقول يا عمي معقول يا عمي مش عم تطلبوا ولك عمي ليش لك هاي بخير بلدان بتصير والله ما بتصير خبرها عشان ما تطلبوا نهاجر ما بتصير لك عمي بتايوان هديك المرة نزلوا بعضهم كاراتيه كانوا كسروا بعضهم شفتوا شفتوا يا عمي ليش ما بيعملوا عنا هيك ليش يا عمي معقول شو عم تطلبوا يعني معقول شو عم تطلبوا لك ما هي هينة بينط من فوق المقعد اللي قاعد فيه بيطير هيك من فوق وبيطرق بوكس على نيعه لك يا دولة واحد يخبط الثاني بيخلصونا بقى عندنا مطلب للدولة اساسي اذا من هلا ورايح بيعملوا ايش الحكي بلا طعم من دون خبيط واللبج وضرب وخلع نيع وتكسير ايدي المعظم مش رح نقبل لك ما ننزل نحرق دوليب وقال بالاخر بضيفوا بعضهم كنافة شفتين ونحن ما بعنا لك 10 اولاد عندي ما بعنا لك بقولك على الكنافة انا احكيش انا احكيش انا اخدمش انا بنطعمي كنافة لك انا مش عايزينهم وحيني الدولة 10 اولاد عايزوا خي عدل كان بدي نتفك بس توصل بدي نتفك طب صار لي ساعة ناطرة طيب بحكي لحالي كمان صايرة هاي أنجو حياتي شو في أنجو سوري حبيبي حياتي سوري تأخرت عليكي بعرف إنه كنت بدي بعد لك يعني رايحو بس رايحوا رايحوا شو بها السيارة ما بها شي ما بها شي لا ليه عم يدفشوا لك هول الشباب يشتغلوا معي هول دفيشة دفيشة؟ ايه شو يعني دفيشة؟ ما الشباب هول بيشتغلوا مستأجرهم انا يعني اكتشفت انه حسابيا طلع العملية اوفر لي اوفر لك؟ كيف يعني؟ الشاب منهم بكلفني بالشهر $250 يعني ثلاث شباب $750 بالشهر
فحسبت انا اذا بدي اعبي بنزين للسياره حسابيا بدي البنزين بده يكلفني اكثر من الشباب، فاستاجرت الشباب وهيك بوفر بنزين واني بدفشه. برافو عليك، شو رايك؟ فكره حلوه، منيحه، اوفر بكثير من البنزين. انه ايه، طيب يلا بدك نطلع ننزل، وين عبالك نروح؟ جميزه. جميزه شباب، جميزه على جميزه. عندنا شوي تطلوع، ها بدنا نشد حالنا شوي، فبدنا نسكع. انت يا بدك تشد حالك شوي. يلا لا شوف. حلو. عم فكر افتح شركه دفيشه. شباب بدنا نشد حالنا شوي، هلا رح بتريحوا بالنزله، بس في عنا طلوع بعدين. ها يعطيكم العافيه. ايه بتطعميهم وبتشربهم وهيك كل شيء يا حسابي، بضل اوفر من البنزين. ايه اكيد. يلعن اختي البنزين شو صار غالي والله. سريعين. ايه يلا شباب. ولو يا فادي، ولو هالقد بدها، واخيرا دقيت لي 120 مست كول عامل لك، شوفهم ما عم تشوفه، بركي بني شي، بركي مريض، بركي عم بموت، قول لا ماشي. ايه خلص خلص، بس حتى اقول لك اجت المصيبه فادي، خلص برجع بدي اقول لك، بس لك بس اترك مست كول رد. ها مرمرينو وينك؟ اي مرمر وعيشتك مرمره. يلا باي فادي. هون انا شرفه. يا قبلني موجود. ليش جاي يا قبلني؟ ليش جاي مهروقه؟ وين شوفي ايدك موجود. بايدك عني، ما بتعرفيني بهور دغري، ليه عم تحكيني؟ يا كيف فت على البيت؟ ما قلت لك كيف فت على البيت؟ عامل لك مفاجاه كبيره طويله عريضه. عن جد عم تحكي؟ ما تقول لي جبت لي الغراض، لقال له نصيتك عليهم رايحين على عرس بنت خالتي. ولو انا الي مين الي غير الرورو؟ مين؟ طيب يلا بلش لي بالفستان. بالفستان؟ غمض عيوني. يبلشوا فيكي بالغسيل ويدبوكي بالمقبرة. لا يا مروان. دغري بالفستان، روحي شوي. بدك تروحي على العرس هلا كل عمرك بتروح على العراس. عرس بنت خالتي مروان ما بنروح عليه؟ لو إذا عرس بنت خالتك يخرب بيتك، ولك يخرب بيتك، أنت رح تجلطيني. وشو بدك بلش لي؟ بالفستان. غمض عيونك. يلا. وتيريريري. فتح. فتحي إيه، يفتحوا عروقك تفتيح ليك. لا شو هيدا ولا مروان؟ شفتي بقى احلى هيدا ليك، هذا كان للجيران، هذا شرشف طاوله واقع لقيته بمدخل البنايه، بس خرج فستان برحلك يا ويلي شو برحلك. معقول تلبسني هيدا يا مروان؟ معقول تلبسني شرشف طاوله؟ كل عمركم تحطوا جرايد على اجسامكم وتظهروا، هلا هذا شرشف طاوله بطل يعجبك؟ هذا لو عملوا شي ديزاينر بتقولي انه والله كتير منيح، بس لانه انا جايبه ما بيعجبك. خلص مش الحال مروان، مش الحال. جبت لي السكربينه؟ ايه طبعا جبت لك سكربيني، فيني ارفض انا طلب للرورو؟ غمض عيونك غمض عيونك. خلص هلا بلبس فستان من عندي. تيريريري تيريريري. مروان شو اول شيء بشعه؟ ليه عم تكشي؟ وليه عم تكشي كل عمرك؟ يا مروان قلت لك يا بدي اياها حمراء. بدك اياها حمراء؟ كل عمرك تلبسي شحاطة واصبعك والادمان مبين منها هيك ومكسور ضفرك، هلا صرت عم جيب لك وحده من غير صار بدك اياها حمراء؟ عامل حساباتي انا. من وين جايبها هاي مروان؟ هاي من سوق الاحد. خلص بقى قول له مروان. الله لا يوفقك، نطرتهم لاخر النهار لبيعوني اياها ب 3500 ليره. بدك تكسبيني انت؟ بدي اياها حمراء، شو بدي اعمل فيها؟ بيضة ما رح البس. اللي ما عملتي حسابي، ليكي شو جايب ليكي. هاي هلا بتصير. ايدي اللي بتصير حمرا، شوفي شكليها تشكيل ليكي. ها شوفي ها مروان يا حيه. يا جماعه شوفوا لي انتو اللون هيدا مش حلو؟ ليكي كيف صارت؟ ما بغشك انا رورا. لا مش الحال مروان، مرسي كتير، كلك ذوق، عذبتك. الواحد بيطلب منك طلب. عذبتيني؟ اعطينا 200 دولار. لشو بدي اعطيكي 200 دولار؟ يعطوكي 100 لطشه، تنعطي 100 لطشه على مخك، لشو بدي اعطيكي 200 دولار؟ مروان اي قلبي 200 دولار. يا مروان شو قصتك يا مروان؟ طبعا عم نقول لك عرس، رايح على حفله انا، بدي اروح اول شيء عند حكيم اسنان بيض اسناني وارجع. بس الله يسود وجهك. بدك تبيض اسنانك صرتي هلا؟ عم بقلك عرس بنت خالتي اللي حتى يقعدوا يحكوا عني، ليك جوزة مش جايب لها ولا عامل لها شيء. بيض اسنانك لقلك. شو هيدا مروان؟ هيدا مسواك، هيدا بتضلك تعلكي فيه لا يبيضوا اسنانك.
هيدا ها بتضلك تعمليه هيك عرفتي كيف؟ خلص مش الحال مروان ميرسي كثير كلك زعطينا $100 بقى وخلصني. ما كل عمر سنينكم انتم صفر وهيك نياب انتم وصفر قاشطه والاكل يمين والاكل شمال بلا ما نعرف الدنيا والبشريه. خلص بقى يا مروان حش تحكي بقى عن اهلي وعني. صرتي بدك تنطفي سنينك يا بنت الرقرو. طب خلص مشي الحال اعطيني $100 خليني اروح اعمل ميك اب وشعري. الله لا يعطيكي عافية بجهة اللي خلقك. شو بدك تعملي بشعرك؟ بدي اعمله ليس. بس عندي الليس يا حوة. ها تفضلي شفتيها ها هيدي 220 هيدي بتفقعي فيها فقع هيدي بتعملي لها هيك 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 هيك. خلص بقى مروان خلص بقى مروان. لكن ما احلاها لكن ما احلاها. معقول تكويلي شعراتي من المكوية؟ $3.5 حقها $3.5. من ليه جايب لي هالغراض يعملها يجنني؟ شو بعمل بالميك اب؟ اي ميك اب؟ شو بعمل؟ بدي احط كحله، بدي اروح يعمل لي ايلاينر هيك كله بجنن. ايلاينر ايلاينر بيت الرقروقة. اليخت كان عندكم دايما على بمربايا، بيك كان يروح على كان ويجي يخرب بيتكم. كل عمركم جماعة شحادين، جماعة نور تطر. ولك لك شو بدي خلص بقى يا مروان عيب عليك بقى تضلك تحكي عن اهلك. شو هيدي؟ قربي لقلي شو هاي؟ قربي لقلي ولا شو هاي؟ مروان شوفي 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 مروان شو عم تعمل؟ عم بعمل لك هيدي الايلاينر. الايلاينر اسمها هاي فحمة مروان. ما هي بالفحمة بيعملوه. ما هو ليش من شو مصنوع الايلاينر يا بنت الرقروقة يا زكية؟ من الفحم. والله ايه الفحم الحجري يغطيك غط لإلي. حطها من ايدك حطها من ايدك. ها يا عيب الشوم عليك ووجه وخدودك كيف بدي يبينوا فيهم اكلاو وموردين و... هذه خدودك ليكي واحلاهم. يا مروان يا مروان خليهم يحمروا خليهم يحمروا يقرصوا فيك العفاريت. الله لا يوفقك انت بدك تجلطيني يا بنت الرقروقة. حرام عليك يا مروان هيك عم تعمل فيي. اخ خلص هلا انا بروح بشوف شو بدي اعمل بالروج اللي بدنا نحطه. الروج الروج عندي هيدا البوكس اللي ناطره انا على 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 خلقتك. لا 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 عجوزتك. مروان مروان يا مجنون. موظفك انه اخيرا قبلت تشربي فنجان قهوه معي. عن جد عزبتيني كثير لحتى قبلتي لانه كثير تعجبيني من زمان. حابه اتعرف عليكي. ما تخجلني عهدي لانه ما بدها هالقد يعني بليز. عن جد خلص لانه انا انت كمان بتعجبني و بس انه بتعرف انه انا بنت بيت وبيي بيعرف شو مربى. ايه ما في شك. ما خلص خلص ما فيني احكي. مش حلو الواحد يحكي عن حاله يعني. بعرف معلي لك باتي. يا هاي كثير بحب حدا يغني لي باتي. إيه؟ باتي بدي اطلب منك طلب. هلا انا رح اقول لك اياها. هلا انت انا عارف ما رح تقبلي يعني بس انه قلت بجرب. بصراحه اصحابي بيقولوا لي انه بركي هالويكند كنا نطلع كنا سوا فريا كوبليت وهيك. فانا اعتذرت منهم وهيك. فقلت انا بركي بما انه هيك عم تعرفنا على بعض وهيك نتعرف على بعضنا اكثر قلت بركي بتطلعي معي على فريا. فشو رايك؟ إيه لحظه ما تتاسف ولا هيدا انه ايه بنطلع على فريا. اه عن جد بتطلع انه اكيد يعني انه بنطلع على فريا بس ما يروح راسك لبعيد. لا انه بيي بيعرف شو مربى. ايه لا اكيد لا نحن بس هيك طلع انه هيك اون جروب. اه يعني اوكي عادي إيه. ما في بس هلا يمكن يصير في مشكله صغيره ما بعرف لانه ما بعرف اذا فينا نحلها لانه فوق في عشاء وهيك وفي بدنا نشرب مبيد وبتعرفي شوميني وهيك فالرجعة بالليل. منين فوق؟ ايه؟ منين فوق؟ عم فينا؟ بلا ما ننزل واكسيداو وما اكسيداو وهيك. بتعرف انا ما ايه ما تنسى بقى يروح راسك لبعيد. ايه انا بيي بيعرف شو مربى. ايه بعرف ايه اكيد لا ايه, ايه بس هلا اذا نمنا فوق هلا هو فينا ننام فوق بس المشكلة وين؟ انه الشباب حاجزين كل واحد شاليه والشاليه اللي حاجزين هي اوضة وفيها تخت واحد. مننام انا وياك بنفس الاوضة؟ ايه؟ انه بننام انا وياك بنفس الاوضه عادي. اما انه ما يروح راسك لبعيد. لا بيي بيعرف شو مربى. اوكي ايه اكيد لا ايه. اكيد اكيد لا مش راح راسك. لا اوعى يعني لا. حتى ما بس هلا تخيلي بكره مبيد ومبيد وشمينين واحد بيعبي فوق. انا ما فيني نام. انا ما معول نام بتيابي دايما بحب اشلح ونام. ايه انا كمان بشلح ونام ما بحب نام بتيابي. عم تحكي جد؟ انا شوفي يا انت بتشلح وبتنام وانا بشلح ونام ومننام كل واحد عميله ما يروح راسك لبعيد. لا قلت لك انه انا بيي بيعرف شو مربى. بتعرفي شغله؟ فينا في مجال مازال خلص المشروع هيك قبل ما نطلع فريا بليز امانه في مجال اتعرف على البابا وبدي هني لبيك اتعرف عليه شخصيا في مجال؟ ما فيك. ليه؟ لانه البابا توفى. توفى؟ الله يرحمه. سوري انت توفى؟
توفى كان عمري شهر. كان عمرك شهر؟ ونعم التربيه شهر. لا مربى منيح بقية. ايه مربى منيح، بيعرف شو مربى بقية. لا تمام. لا بتعرفي شغلة، بتقومي معي خمس دقايق على الحمام. لحظة لحظة فوت معك على الحمام بس ما يروح راسك لبعيد، لأنه بقية بيعرف شو مربى. لا ما رح يروح راسي لبعيد، رح يروح راسي على القريب كتير. طريقني مشوار على فرعية. قومي لقلي لحظة. طب شو بك نكفي فنجان القهوة؟ لا ما قادر بقى. ما يروح راسك لبعيد. وين يروح راسي؟ سيب يا قهر عن جدتي ما بقدر اتحبى. رح بز يا عمي، رح بز يا عمي. شو بكن يا عمي؟ وقت صوتكم جلستو مجد وجع صبتوني. تتيفي نقول لك شو؟ تفضل. في شي نوت فير بهالحياة. شو هو النوت فير؟ أول شي قلتوا لي جاي عبالكم زبطوا حالكم وجبتكم أخذت لكم موعد، عشو عم تبكوا هلا مثل صغار؟ تتي عن جد سوري بس أنا عم نزبط حالنا على الفاضي هلا. ليه هلا أخي؟ لأنه عم نزبط لك كل الرجال عم تتجوز. كله عم يتجوز حياة. ولو ولو طيب أوكي، إذا إنه إذا ما تجوزوا شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يعملوا؟ بيعملوا العمايل. نحن شو بنعمل إذا نتجوزوا؟ خلص بقى خلص. بعدين تيتي مش مزبوط هذا الشيء، ما عم ياخذوا غير السعدين. شو عم بشوفوا فيهم حبيبة؟ لك افلين، لك افلين. يا وجدي لا لا بليز بليز بتفرجيني شكلها. اخذها احلى شاب، اخذها احلى شاب، اخذها. عن جد عن جد عن جد تيتي تيتي نو واي نو واي نو واي نو واي نو واي نو واي مش مزبوط هذا الشيء. بدي فرجيك شغله هون شفت قهرتني كثير. معقول ويني يحيى؟ كريستين. واو انه مزبوط هذا الشيء. هاي كريستين، هاي كريستين. شو كثير هلا خبر وجدي انه كريستين ما بقى بتلبس الفستان الا مره واحده وكلهم ديزاينرز بيعملوها. ايه صدقت حالها عن جد. من امبارح كنت ضل ما تشلح الشحات، بتضل بالشحات والفستان وزيت وتغسل عشان تلبسه تلاقيه. ايه بعرف صارت هلا تل ما بتلبس الا من عند فاشن ديزاين. طبعا مصدقه حالها ما بتضحك. برضه بدي اقول لك سالف بدي اسالك شيء. بعدين شو قصه هيدي بوده الحواجب تخان؟ ليش نخنش انا ومجدي عم نشيلها؟ هي على الحواجب هي كربلا بتخنن سالبة الرجل في الثياب ابرقه. عن جد معك حق. اي نو ستي بقدر اتحبى اشوفها. وجدي بينفت ليش ما انت بقى سالبة كنت مركز وانا ليك شو هالشاب الجاجل. واو 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 هيدا هيدا اجى لعند مارلين. ستي كثير حمس محل عرفت. بليز بليز عن جد هيدا نوع الشباب اللي بحبه انا. بليز اللي بحبه انا. لا انا اللي بحبه انا. عارفين علي انا شفته قبل. انا دوري انا شفته. ليش عم تعمل هيك حياتي؟ انا شفته قبل. انا شفته. انا بدي احكي. بليز احكي بقى. بعدين رح عيط له بس هو شو خصك فيه؟ لا هو لا لا انا بدي اقول لك شيء. ليش قلبك اسود؟ منه اسود بس دوري انا علي. اه والله talk to the hands go to hell. اوكي مارلين تيتي كثير صايفه. go to ماني فاهم تيجي شوي مارلين. مارلين هاي حبيبتي كيفك؟ سابا هاي هاي كيفكم؟ ماشي الحال؟ ما تاخرتي لجيتي على الصالون. مالك اسم الله وقت ما شفتك. ايه حبيبتي مش هيك مارلين. مارلين بلا ارد حكي هذا البلا طعمه حكي في بطيخ هذا الشب. هذا اللي واقف هونيك العتيق رمزي. رمزي وهو رمزي. رمزي عارفين عارفين عليه بس ما تقولي بس ما تقولي له لك انت يا عقرب بعرف لساني قديش طويل. ما تقولي له نحن قلنا لك اوكي. لا قولي له انه تيتسي بدك تعرف. هلا بدي ارجع على اصحابي. لك حبيبي قد مش رمزي صاحبه لرشيد؟ لا ما خصه برشيد. اه صار هذا ما خصه برشيد. لا بليز بليز عتيل. طب يلا رح عيطها يلا يلا بليز. معقولة انتم؟ رح احكي غير شيء حتى ايه بغير الحديث يلا. ولا لا 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 تعا رمزي تعا بدي اعرفكم على رمزي تيتي. هاي رمزي. مجدي وجدي. هاي هاي مجدي. هاي وجدي. بس مزبوط هذا الشيء. ود ومجد تيتي اللي جبنا الهقر عليه ونسنا كشف عن القرط وفزانا. مش معقول انا معكم بعرف تيتي. تيتي رح بج يلي ما عنده حظ بيقطع وبيشقر. وين هالجسم وين راح؟ بيعانوا بيعانوا نعمل بحالك هيك يا مجنون. تيتي انا رح نط على صخره الروش بتروح تشك معك. انا بروح. شو عندك؟ شو عندك؟ ولو ها
هذا ليك ضحكتوا ليك بحياة عرضك ليك ناطروا ليداء يلا مروان مروان يا مجنون انا عندي شويه حاجه الله مات ايه حبيبنا تكون واقف على الزين شي حلو كثير يا عادل عادل كرم كان زابط شو بيك نكفف فنجان القهوه ما قادر بقى يروح راسك لبعيد وين يروح راسك بس قال لي لا بس قال لي بس ورا طريق صحبي حبيبك مين فات؟ مين فات؟ واو ما عم بقدر اشوف ولا لا 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 ثاني بك انت مركز انت كثير لا انت كثير شو؟ لهلبت انت انت ملحلب على الكرسي معقولة انتو؟ احكي غير الصحة غير الحديث يلا ولا لا 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 هيدا غيرتوا الحديث ايه غير الحديث طبعا شو بدنا نقول شو هالحديث غير وصفك ما وظفني انه رحت بكير وعلقت بعجقة سير في موعد مع المدير ومنه متفائل بالخير بس شافتني السكرتير اشتل عنده قالت له هالشاب كتير مرتب بيجنن ما في مثله وظفك؟ لا ما وظفني قال الحالي صعب كتير وما في عنا وظايف لو وصف فيك الوزير البلد متل ما شايف صاحبته توصت فيه قعدت حد وشرحت له